برحب بحضرتك كابتن خالد من جديد وبضيفك الكرام وكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. وزي ما حضرتك قلت معي في هذه اللحظات كابتن محمد عبد الوارث، مدرب طبعا فريق الشباب لكرة اليد بالنادي الأهلي. في البداية طبعا برحب بحضرتك يا كابتن، يعني مباراة كبيرة، النادي الأهلي عنده دافع قوي طبعا بعد حصوله على بطولة كأس الكؤوس، الزمالك عنده سكواد قوي جدا، حضرتك شايف المباراة ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا بحيي كابتن خالد وضيوفه. طبعا فريق الأهلي جاي مباراة النهاردة، راجع من بطولة أفريقيا كسبان، روحه المعنوية عالية، عنده حماس، عايز يوصل كأس عالم أندية للمرة الثانية إن شاء الله. سكواد الزمالك طبعا قوي مفيش خلاف عليه، بس فريق النادي الأهلي عنده عناصر شباب كويسين جدا. كابتن طارق محروس عامل توليفة ما بين الشباب والعناصر الخبرة كويسة جدا. عنده كابتن طارق عنده المميزات ان هو بيشتغل على السرعة. ان شاء الله مباراة النهاردة نقدر نشوف فيها هاندبول راقي، هاندبول الناس تستمتع بيه. وطبعا احنا نتمنى ان شاء الله ان النادي الأهلي يبقى فوز بالمباراة ويطلع كأس العالم. تاني حاجة، احنا دلوقتي بنقول المباراة ان شاء الله بإذن الله تبقى سيطرة من النادي الأهلي. احنا عندنا حراس مرمى عالية جدا، ودي اللي هتفرق معانا اذا كان حراس المرمى والمدافعين. احنا طبعا الهاندبول دلوقتي اتغير، بقى عبارة عن دفاع، بقى رقم واحد بلس الفاست بريك. فاحنا عندنا النادي الأهلي مميزين في الحتة دي، وعندنا عناصر كويسة جدا تقدر تفيدنا في المرحلة دي ان شاء الله. يعني فريق النادي الاهلي النهارده بيشهد غياب بالحقيقه لاعبين اقوياء جدا ومن الاساسيين، حضرتك شايف هل الغياب ده هيكون ليه تاثير؟ طبعا هيبقى فيه تاثير. طبعا عمر كاستيلو ده الرايت وينج بتاع النادي الاهلي رقم واحد. احنا عندنا دلوقتي في عمر سامي موجود بديل ليه، ومفيش فرق تقريبا ما بينهم كبير، هو يقدر يشيل المكان ان شاء الله. عندنا محسن رمضان، هو اللي حصلت الإصابة معاه في بطولة أفريقيا أبطال الكؤوس، بس احنا دلوقتي النادي الأهلي قدر يدعم بلاعب محترف أنخيل هرنانديز، ده لعيب كوبي الأصل، بيلعب في الكويت، جاي إعارة معانا المباراة دي. لعيب هايل، لعيب ممتاز، عنده قوة غير طبيعية، عنده يعني ما عنده مميزات كتيرة قوي، ان هو في الاختراق وفي التصويب لعيب يعني مهاري، قدر النادي الاهلي ان هو يستعيره في المباراة دي، وان شاء الله تبقى اضافة قوية جدا للنادي الاهلي. اخيرا بقى يا كابتن عايزين نعرف من حضرتك، شايف ايه التشكيل الامثل لبداية مباراة اليوم؟ طبعا التشكيل الامثل المفروض ان هيبقى عبد العزيز ايهاب في الوينج ليفت، هو الجاهز دلوقتي، المفروض ان هو احمد هشام سيسا هو كان مصاب، معرفش حالته الصحيه دلوقتي تقدر ان هو يبقى مشارك موجود في مع الفريق ولا لا. في الباك ليفت هيبقى اسامه الجزيري، لعيب التونسي، لعيب من الطراز هايل جدا. اسلام حسن عنصر الخبره وكابتن الفريق والقائد مجموعه ان شاء الله بالانتصار النهارده. انخيل هرنانديز هو هيبقى موجود دلوقتي بديل محسن رمضان. في الوينج رايت هيبقى عمر سامي، لاعب سريع جدا، لاعب ذكي، عنده مهارة عالية. واحمد عادل سنتر فيرود، وبديله ابراهيم المصري هو المدافع. دي بتحصل تغييره ما بين الدفاع والهجوم. من وعصام الطيار حارس مرمى، انا شايف من وجهة نظري دي البداية الامثل اللي نقدر نسيطر عليها في المباراة. بشكر حضرتك جدا يا كابتن. ميرسي جدا، وانا بشكر كل الناس وكل المشاهدين والأخوة اللي في الاستوديو والمدربين وكابتن خالد. وبقول حاجة بس بضيفها، إن شاء الله نفرح جماهير النادي الأهلي. لعيبة تقدر، عندها حماس، عندها إصرار إن هي تقدر توصل لكأس عالم أندية وتفرح جماهير النادي الأهلي، وإن شاء الله نبقى مبسوطين النهاردة ونفرح إن شاء الله. إن شاء الله. كابتن خالد، ده كان لقائي مع كابتن محمد عبد الوارث مدرب فريق الناشئين لكرة اليد بالنادي الأهلي. قبل ما اختم كلامي طبعا بتمنى كل التوفيق لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي، وإن شاء الله هم أبطال السوبر الإفريقي. العودة لحضرتك مرة أخرى في الاستوديو.